فاكر انت الصورة اللي بتاعت دي؟ يا لهوي. بصراحة مع مصطفى قمر وحمادة هلال. بص قالوا لي هنحكي حكايات انت ما تعرفهاش. صعب في الحياة يبقى فيها اصدقاء حقيقيين. قعدت عاقب نفسي بعد اللحظة دي. ايه احساس النجومية وانت عندك 8 سنين؟ انت ما خفتش على تيمو في التمثيل؟ بصراحة مع الاثنين العاشرة بتوقيت السعودية على الـ NBC1.